وهذا السائل يقول: هل يكفر هؤلاء الغلاة والمفرطين في أسماء الله وصفاته؟ وهل الخوارج هم أول من عطل الصفات؟ كما مر بكم أنه من كان مقلداً أو متأولاً فإنه لا يبادر بأن يحكم عليه بالكفر حتى يبين له ويوضح له، فإذا أصر وتعمد يحكم عليه. أما مجرد أنه يحسب أنه على حق ويقلد غيره ولم يتبين له فهذا يعذر، يضلل، يقال هذا ضال، لكن لا يقال كافر حتى يبين له ويوضح له خطأه ومخالفته للدليل. نعم.